اعزائي الطلبه والطالبات لا يمكن ان نغادر الحديث عن توحيد الاسماء والصفات ما لم نظهر بعضا او جمله من تلك القواعد المتعلقه بتوحيد الاسماء والصفات ولنبدا بالقواعد المتعلقه بتوحيد الاسماء لله تبارك وتعالى ما معنى تلك القواعد اي انها امور ثابته لا يمكن ابدا يكتمل الإيمان إلا بفهم العبد لها لذلك من هذه القواعد أولا اعلم عزيزي الطالب اعلم عزيز المسلم أن أسماء الله تعالى كلها حسنى بمعنى أنه ليس في أسماء الله تبارك وتعالى ما يدعو إلى النظر من تنقيص الذات وحاشر الله أو ما يتوافق مع مسميات البشر فاسماءه حسنى وكلها لها من المعاني الراقيه ومن المعاني الجميله التي تشتاقها النفس ولها من الادله على صنع الله لكل ما في الكون. كذلك اسماء الله تبارك وتعالى اعلام واوصاف فلا يظن فلا يذهبن بك الوهم الى ان هذه الاسماء دلاله على تجسيم أو دلالة على تشبيه لله بخلقه ولكنها علم على الذات ووصف لمعاني قائمة بالذات أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني مثلا أن نقول الرحمن الرحيم كلمة الرحمة كلمة الرحيم لها من المعاني ما يندى لها هذا الذي يحس بأنه كفر بربه يتألم لأنه أخرج نفسه من الرحمة أما المؤمن الحقيقي فهو الذي يقف على عظمة الله تبارك وتعالى ومل في ملكه وجبروته الرحمن الرحيم أي يؤمن به إيمانا جازما وأن الله تبارك وتعالى كتب رحمته على جميع الخلائق كذلك أن أسماء الله تبارك وتعالى دلالتها على الذات ودلالتها على الصفات تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام يقول المناطق إن الدلالة دلاله الالفاظ على المعاني تنقسم الى ثلاثه دلاله تطابقيه ودلاله تضمنيه ودلاله التزاميه وهكذا اسماء الله تبارك وتعالى ينطبق اسماءه سبحانه تنطبق اسماءه سبحانه وصفاته على كل ما في الكون بمعنى انك ان قلت القادر فإن ذلك دلالة على قدرته المريد فإنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد السميع لا يشز عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء وهكذا دلالة تضامنية والتزامية ومطابقية كذلك أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية ما معنى توقيفية؟ أي أنه لا مجال للعقل البشري فيها أما إن قلنا أسماء الله تبارك وتعالى توفيقية أن يجوز للعقل ان يعمل أن يجوز للبشر ان يعملوا فيها عقولهم وهذا ليس مجال العقل فيه مؤكدا بل ان العقل البشري لا يجوز له الخوض في هذا الامر لان هذه الاسماء قد ثبت ثبوتها عن الكتاب والسنه فليس ذلك ميدان للعقل البشري ان يعمل فيه أيضا أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين صحيح ورد عن الأحاديث الكثيرة أن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة فإن ذلك لا يعني حصر الأسماء في التسعة وتسعين كما يرى كثير العلماء ويرى الجمهور أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة وليست محددة وإلا كان ذلك كان فيه من التضييق الواسع وحاشا لله أن يكون كذلك أيضا لو حددت لكان ذلك معنى تحديد الاسماء تحديد الذات وذات الله تبارك وتعالى حاشا ان تكون محدده. اما عن جمله القواعد في توحيد الصفات فهي كثيره. ما هذه القواعد؟ منها ان صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فكل كلمه من الصفات تدل على كمال الله وعلى اتساع علمه، فاذا قلنا العليم او قلنا الرحيم فان ذلك دلاله على اتساع رحمته واتساع وكمال علمه وشمول إرادته المريد وهكذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء نعم لأن الأسماء ربما يفهم أنها تسعة وتسعين لا إنما هي أوسع أما الصفات فكل ما في الكون دلالة على وصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات التي لا يمكن أن تحصى ولا أن تعد أيضا صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين صفات ثبوتية وصفات سلبية، الصفات الثبوتية هي ثبوتية ذاتية وثبوتية فعلية، ما معنى هذا؟ أي أن هذه الصفات ثابتة للذات بثبات الذات، وصفات الله تبارك وتعالى سلبية أي أنها تؤكد على ان فعل الله تبارك وتعالى لكل ما في الكون فالصفات هو مسميات او هي تقسيمات لفظيه لكنها قائمه بذاته تبارك وتعالى فوصف الله تبارك وتعالى بصفات ما هذا ثابت له بثبات ذاته وسلبيه اي انها تنفي عن الله ما لا يليق بذاته ومعنى النفي اي ان الله مثلا مثلا الله تبارك وتعالى ليس علمه علم جزئي وانما هو علم كلي وان تبارك وتعالى ارادته ليست اراده جزئيه تتمثل في الفروع دون الاصول وانما الله تبارك وتعالى موصوف بالقدره وهذا اي انه لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء صفه الثبوت اي تثبت لله انه قادر صفه سلب اي تنفي عن الله ما لا يليق بصفاته العليا. كذلك من جمله القواعد التي لابد ان تعيها عزيزي الطالب انه يلزم في اثبات الصفات التخلي عن محزورين عظيمين، احدهما التمثيل اي تمثيل الله بخلقه او تشبيهه بخلقه والتكييف اي ليس الله تبارك وتعالى ليه وصفه بصفة ما او باسمه باسم ما لا يعني انه مكيف اي انه ليس له حد وليس له زمان ولا مكان وليس له جهه ولا فوق ولا علو الى غير ذلك مما اثبته اهل السنه والجماعه. كذلك من صفات الله تبارك وتعالى من قواعد تلك الصفات انها توقيفية كما قلنا في الاسماء ليس مجال العقل فيها متسع ولا يجوز للعقل ان يعمل فيها بل انها قد ثبتت في الكتاب والسنه وعلى لسان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والاجتهاد واعمال العقل انما يكون فيما لم يرد فيه نص